رجعت لينا. أمن الدولة يا أمن الدولة. كان مطلبنا انه تنحي الرئيس والنظام نظام الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك. تم تحقق المطلب الاول، الان المشوار ما زال طويل. نتمنى اصلاحات في النظام، في الدستور، الغاء قانون الطوارئ، انتخابات حره ونزيهه سواء للرئيس او لمجلس الشعب ومجلس الشورى. الشعب المصري تظاهر على مدى 18 يوما ليلا ونهارا، واجه القوه والعنف، واقل ما استطيع القيام به هو ان احضر الى هنا مع الجميع لكي ابدي تضامني واقول هنيئا للشعب المصري. يجيدون صوتا لنا او صدى. تحيا الجزائر، تحيا الجزائر. أؤكد أن رحيل شخص واحد لا يعني انتهاء المسألة، فحالة الطوارئ لا تزال قائمة والتعذيب لا يزال مستمرا، وأجهزة الأمن لا تزال تعتقل الناس مثل ما تشاء، وما نريده هو نقلة سريعة لاحترام حقوق الإنسان. يا مخلوق للخلوق.